إذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث وحلاوة السنة من قلبه، نسأل الله. إنسان قلبه مظلم، قلبه مريض، أليس كذلك؟ الذي تنزع حلاوة السنة، حلاوة السنة والله ألذ شيء في الحياة، ما في حلوى في الدنيا ألذ من حلاوة السنة. من يعرفها؟ الذي يتذوقها، الذي يحبها، الذي يحب الرسول حقيقة. أنا إيش قال الحاكم رحمه الله؟ قال إذا ابتدع الرجل ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهله. وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة السنة من قلبه، والله لا يحب السنة إلا مؤمن، ولا يبغضها إلا منافق كافر. فاهم يا إخوان ولا لا؟ يجب أن نحب السنة ما نكرهها، وإنما نتحبب إليها حتى تكون في قلبنا ألذ من الماء البارد على الظمأ.